اتفضل. مشاهدينك طيبين. اشكرك. الحمد لله احنا عندنا راس البر النهارده، ما فيش حد خالص على الكورنيش، ما فيش حد خالص في الحدائق، حدائق خاليه، الكورنيش النيل في دمياط ما فيش عربيات خالص راكنه، ما فيش حد على الكورنيش. حتى هي في بس معديه واحده احنا شغلناها علشان الناس المرضى الغسيل الكلوي او كبار السن اللي بيروحوا المستشفيات، هي معديه واحده من عزه البرج اللي هي الجهه المقابله لراس البر. طبعا تحت اشراف المسطحات المائيه هي اللي عدناها النهارده علشان خاطر مرضى الغسيل الكلوي، لكن كله النهارده تمام. بنشوف شواطئ دمياط الجديده هي يا فندم. دمياط الجديده برضو خاليه جدا. الحدائق والمنتزهات كلها ما فيهاش حد خالص. لا واضح في التزام الحمد لله. صحيح الحمد لله، بنشكر المواطنين على التزامهم، ويعني ربنا يسهل ولحد اخر النهار يكونوا ملتزمين برضه، ان اليوم كله يخلص بالالتزام ده ان شاء الله. لا حضرتك مثلا في راس البر الناس اللي عندهم شاليهات زي ما حضرتك قلت لنا من كام يوم، الناس ملتزمه يعني قاعدين ما حدش على الشواطئ؟ ما فيش حد خالص على شواطئ ولا حد حدائق ولا منتزهات، واللي عندهم شاليهات كان محافظه دمياط بس، المحافظات الاخرى احنا ما منعناهم الدخول، فبقى يعني العدد قليل جدا جوه راس البر وكلهم جوه بيوتهم. هل سيادتك منعت كتير يعني منعته كتير وبدات الناس تيجي لحد مثلا امتى؟ لحد الخميس ولا لحد امبارح؟ عدد رهيب رهيب، عدد رهيب لغايه امبارح كمان. لحد امبارح تيجي من القاهره. ورغم اللي احنا قلناه في الاعلام ده كله، ورغم اللي احنا كتبناه على صفحه المحافظه في كل مكان، ظل الناس تيجي من محافظات اخرى لغايه امبارح، وكنا بنرجعهم لغايه امبارح. رجعت الناس لحد لجوم امبارح؟ لحد امبارح كنا بنرجعها. نعم. لو انا بتكلم كمان اطمئن على الوضع الصحي، احب واحنا بنعمل جوله كده نطمن على اهالينا اللي موجودين عند حضرتك، وضعهم ايه والحالات ايه والوضع النهارده عند سيادتك يا فندم؟ احنا يا فندم بقالنا حوالي 4 ايام عدد المصابين بيقل خالص، احنا كنا في الاول بدانا عدد اصابات كبيره شويه لان احنا كنا بناخد كل المخالطين وكنا بندرس الموضوع كله من الشجره كلها من اولها لاخرها، وبنعمل نوسع شويه كمان دايره المخالطين عشان ناخد العينات منهم، ودلوقتي الموضوع طبعا عشان خدنا مخالطين كتير فبدات في بؤر كامله تنتهي خالص، وعدد المصابين بدا يقل من حوالي 4 ايام، فبيطلع لناش عدد كتير. كمان في عندنا حالات كتير جدا خرجت من العزل، وعندنا المركز التعليم المدني اتفتح في دمياط الجديده، ده فتحناه لبعض المصابين اللي ما لهمش اعراض اللي موجودين في محافظات ثانيه وموجودين في مستشفيات العزل في الجمهوريه كلها. ما عندنا عدد كبير جدا، اتملى مركز التعليم المدني، بدانا النهارده من امبارح فتحنا المدينه الشبابيه اللي موجوده كمان في راس البر كمان فتحناها علشان ناخد كل المصابين اللي في العزل اللي ما لهمش علامات ما لهمش اعراض المرض يعني، بناخدهم عندنا في المكانين دول تبع مديريه الشباب والرياضه. واحنا عندنا عدد شفاء كبير في محافظه دمياط، يعني عدد كبير جدا خرجوا ان شاء الله. بعد كام واحد يا فندم مطمنين طالما الناس خرجت نطمن كمان عليهم؟ احنا عندنا 68 فرد خرجوا من محافظه تبع محافظه دمياط. دول كان بقالهم قد ايه في المستشفى؟ 14 يوم. 14 يوم الحمد لله. خلصوا ومشوا. الحمد لله يا فندم. كام عندنا دلوقتي في المستشفيات يا فندم الحالات تقريبا؟ في مستشفيات العزل احنا عندنا دلوقتي 160 حاله في مستشفيات العزل الاخرى، وكل عندنا حالات اللي عندنا كلها اكثريتها بدون اعراض كمان. بدون اعراض؟ لانهم يعني ممكن يكون من عندهم وعي شويه، بداوا يكون في بدري قوي في اول الاصابات خالص، اول ما بداوا يشعروا باعراض جم، عشان كده يعني اول ما بيبقى درجه حرارتهم بترتفع شويه بيجوا، فده بيبقى حاجه كويسه ان هم بيجوا لنا في الاول لما يكون لسه المرض ما تمكنش منهم قوي، فبيبقى سهل قوي انهم يخفوا بسرعه ويطلعوا على طول، يعني يبقى عدد الشفاء عدد حالات الشفاء كبيره الحمد لله. سياده المحافظ بصراحه لله. الوضع بيزيد ولا بيقل الحالات بصراحه؟ لا عندي انا في دمياط بيقل لكن ممكن تكون في العكس، ممكن يكون موجود في بعض المحافظات الثانيه، لكن عندي انا بيقل. لا لان انا دلوقتي من شويه بورسعيد بيقل، حضرتك بيقل، جنوب سيناء الاعداد مش كتير، فواضح ان احنا لما بنعمل جوله كده كفر الشيخ برضو الاعداد مش كتير، واحنا بنتكلم مع الساده المحافظين يعني بيطمنونا كمان، بحب اطمن على الوضع الصحي عشان الناس تبقى مطمنه. فحضرتك بتقولي الاعداد بتقل مش بتزيد؟ الحمد لله. وبعدين لو المواطنين التزموا بالاجراءات الاحترازيه اللي احنا بنقولها لهم
ممكن يكون الاعداد تقل اكتر من كده كمان. يعني اهم حاجه وعي المواطن بس. نعم. واحساسه بالمسؤوليه. نعم، اولا مره ثانيه كل سنه وحضرتك.